بعد أن تحرر فريق مولودية العلمة من الضغط بميدان وأمام أنصار إثر الفوز على اتحاد العاصمة، كان على موعد للإطاحة بفريق مولودية وهران الباحث عن التأكيد بعد الفوز على أهل البرج بثلاثية كاملة. أبناء العلمة هم الذين بادروا وهم الذين حاولوا أن يصلوا إلى مرمى الوهرانيين بكرات عديدة على غرار هذه المحاولة من درارجة التي مرت جانبية. بعد ذلك جاء الهدف الأول عن طريق حميتي داخل منطقة العمليات من دون أن يرتكب الخطأ، يسجل رابع أهداف هذا الموسم بألوان مولودية العلمة، وفرحة كبيرة بهذا الهدف الأول. الإعادة تؤكد بأن الحكم ميال الذي كان قريبا من كل اللقطات كان محقا بعدم الإعلان عن مخالفة لدفاع مولودية وهران. الحمراوة ردوا بسرعة وخطأ فادح من الحارس أسرير مختار يتمكن من تعديل النتيجة بعد ثواني قليلة فقط من هدف مولودية العلمة. فرحة كبيرة لدى أنصار الحمراوة الذين تنقلوا كالعادة مع فريقهم. أمر يحدث أقول لحراس المرمى مهما كان مستواهم. أسرير نسي بسرعة هذا الهدف وهذا الخطأ لأن الهدية جاءته من زميله درارجة بعد هذا العمل الثلاثي الرباعي الجميل. درارجة الخاتمة كانت بتسديدة قوية وهدف ثاني وثلاثة أهداف شاهدنا في أقل من خمس دقائق. نهاية شوط أول كانت مثيرة وحملت الكثير من السسبنس، إعادة للكيفية الجميلة والعمل المميز لهجوم فريق مولودية العلمة. في الشوط الثاني المولودية العلمية حاولت أن تقتل المباراة بهدف ثالث ومولودية وهران حاولت أن ترد وتعود في المواجهة، لكن لهذا وذاك ولذاك أقول تمكن من الوصول للمبتغى رغم كل هذه الفرص المهدورة من كلا عناصر الفريقين. شوط ثاني تميز بهذا الدعم الجماهيري الكبير من عناصر أو من أنصار مولودية العلمة لحميتي الذي لم تكن تسديدته في هذه المخالفة قوية. فرصة أخيرة لفريق مولودية وهران كانت قوية وخطيرة، ولكن المباراة انتهت بفوز مولودية العلمة أمام الحمراوة. ونشكر رب سبحانه وكذلك الانصار تاعنا اللي دعمونا كثير في المقابله هذه اللي باش قدرنا نتجاوزوا الصعوبات اللي لقيناها خاصه مع مولودية وهران اللي فريق ربما خلق لنا صعوبات. والحمد لله يا ربي هنا كما نقولوا نسينا مقابله عين فكرون، خممنا في مقابله مولودية وهران الحمد لله توفقنا فيها.